بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا بكم من جديد. لقاء جديد مع اخبار النادي الاهلي لهذا اليوم. والخبر الاول، الاهلي يتبرأ من التعاقد مع محمود كهربا. فجر امير توفيق مدير تعاقدات النادي الاهلي مفاجأة عن تعاقد المارد الاحمر مع نجم الزمالك السابق محمود عبد المنعم كهربا. وقال توفيق خلال تصريحاته على برنامج ملعب اون مع الاعلامي احمد شوبير المذيع على قناة اون سبورت، قال إن مسؤولي التعاقدات في القلعة الحمراء لم يتفاوضوا إطلاقا مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا نجم الزمالك السابق. وأضاف توفيق أنه لم يتم مراسلة نادي أفيس البرتغالي الذي يلعب له كهربا الآن، ولا يوجد أي مفاوضات حتى الآن مع اللاعب ولم تكن من قبل. وتابع أمير توفيق أن كهربا لاعب مميز، ولكن لم يصدر أي قرار حتى الآن من الجهاز الفني والإداري في النادي الأهلي بالتفاوض مع اللاعب، ولم يتم عرضه على الأهلي في الفترة السابقة، وكل ما يقال شائعات واجتهادات. مرتضى منصور يتوعد الأهلي حال التعاقد مع كهربا. علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تصريحات مسؤول النادي الأهلي التي تضمنت أن القلعة الحمراء لم تتفاوض مع محمود كهربا، وفي حالة الرغبة في التعاقد معه سيتم الحديث مع ناديه البرتغالي أفيز. وقال مرتضى منصور عبر برنامج الزمالك اليوم إن النادي الأهلي في حالة التعاقد مع كهربا سيتم توقيع الإيقاف عليه، وأنه سيوصل اللاعب إلى مقر الأهلي بنفسه، لكنه لن يترك حق الزمالك في كهربا بعد هروبه إلى البرتغال. وأشار رئيس الزمالك إلى أنه سيكشف عن بعض الأمور التي تخص اللاعب محمود كهربا أثناء تواجده داخل فريق الزمالك في الأيام القليلة القادمة. الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع طارق حامد. كشف أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي عن حقيقة التعاقد مع طارق حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر عقب المناوشات الحادثة في الأيام الحالية من اللاعب نحو مستقبله مع الأبيض. وقال توفيق خلال تصريحاته على فضائية أون سبورت في برنامج ملعب أون الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير إنه لا يوجد نية للتعاقد أو أي مفاوضات مع طارق حامد، حيث إن مركز اللاعب يغطيه العديد من اللاعبين المميزين في الفترة الحالية. وأضاف توفيق أن طارق حامد لاعب قوي، ولكن الأهلي يملك أليو ديانج وحسام عاشور كابتن الفريق وحمدي فتحي وأسماء قوية أخرى تستطيع أن يتغلب عليها من هو متواجد بالملعب. جدير بالذكر أن وكيل طارق حامد قد رد على ما كتبه اللاعب عبر موقعه الرسمي انستجرام، وقال أن ما كتبه اللاعب ليس له علاقة بالزمالك أو تعديل عقده. وكان حامد قد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا: انتظرت وصبرت كثيرا من أجل من أحبهم ويحبونني، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى. الأهلي يكشف للمرة الأولى عن السعر الحقيقي لشراء حسين الشحات. كشف أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي عن مفاجأة صادمة في المبلغ المقدم في شراء صفقة حسين الشحات لاعب العين الإماراتي السابق ولاعب النادي الأهلي الحالي. وقال توفيق خلال تصريحاته على فضائية أون سبورت إن المبلغ المقدم في شراء الشحات لم يتعدى نصف 150 مليون جنيه. وأضاف مدير التعاقدات أن حسين الشحات تم دفع 5 ملايين دولار مقابل شرائه، أي ما يعادل 80 مليون جنيه مصري فقط، ولم يتخطى هذا الرقم أي مليم آخر. وتابع توفيق: الشحات تغاضى عن مبالغ كبيرة حيث أنه كان يرغب في ارتداء قميص الأهلي، وكما نرى أنه يقدم مستوى رائع خلال الفترة الحالية. وكان شائعات قد انتشرت حول شراء النادي الأهلي لحسين الشحات بمبلغ 150 مليون جنيه مصري خلال الفترة السابقة، وهو ما نفاه مدير التعاقدات في النادي. قرار هام من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي قبل موقعة القمة. اتخذ الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قرارا تجاه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة الزمالك بالدوري، حيث قرر بيبو حضور نيران الفريق يوم الأربعاء المقبل وعقد جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة، وذلك للشد من أزرهم وحثهم على مواصلة النتائج المميزة. ويحرص الخطيب دائما على دعم اللاعبين قبل المواجهات المصيرية، حيث عقد العديد من الجلسات أبرزهم قبل مواجهة الزمالك الماضية بالسوبر المصري والتي توج بها الفريق بنتيجة 3-2. ومن المنتظر أن يعود الفريق بقيادة السويسري ريني فايلر المدير الفني للتدريبات ابتداء من الأحد عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق. أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة طارق حامد. حرص مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على التعليق حول الأنباء التي ترددت بقوة خلال الساعات الماضية بشأن وجود أزمة كبرى بين طارق حامد وإدارة القلعة البيضاء.
ونفى رئيس الزمالك أن يكون هناك أزمة بين اللاعب وإدارة الفريق، نافيا أن يكون طارق حامد من قام بكتابة ما تم تداوله عبر المواقع والصفحات. وكان طارق حامد قد نشر عبر حسابه بموقع انستغرام رسالة تسببت في جدلا كبيرا حول تأخر مستحقاته المالية المتأخرة. ونشر طارق حامد قائلا: انتظرت وصبرت كثيرا من أجل من أحبهم ويحبونني، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى. وتابع رئيس الزمالك: طارق حامد لم يكتب ما نشر على حسابه على الانستغرام، اللاعب نفى ذلك ونحن نقدر ما يقوله. وأكمل مرتضى منصور قائلا: تحدثت مع حسام البدري مدرب المنتخب وأكد لي أن طارق حامد لم يقم بكتابة أي شيء. فايلر يجهز أليو ديانج للقمة خوفا من عدم لحاق السلية. يجهز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري ريني فايلر المالي أليو ديانج للمباراة المقبلة أمام الزمالك. وطلب فايلر من توماس بينكلي مخطط أحمال الفريق الأحمر وضع برنامج بدني خاص للاعب الوسط المالي استعدادا لمباراة الزمالك المقبلة في ظل الشكوك التي تحوم حول إمكانية لحاق عمرو السلية بالمباراة، حيث كان عمرو السلية قد تعرض للإصابة بجزع في الرباط الخارجي للقدم خلال مباراة الأهلي الأخيرة أمام أسوان، واضطر على إثرها لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 80 وحل زميله وليد أزارو بديلا له. فايلر يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك في القمة. يواصل النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري ريني فايلر استعداداته لمباراة القمة ضد الزمالك والمقرر لها 19 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز. وحدد السويسري ريني فايلر المهاجم الأساسي للأهلي في مباراة القمة ضد الزمالك، حيث استقر على الدفع بالنيجيري جونيور أجاي في تشكيلة المارد الأحمر خلال اللقاء لقيادة هجوم الفريق في ظل تراجع مستوى وليد أزارو وغياب مروان محسن بسبب الإصابة. ويسعى الأهلي بقيادة فايلر لتأكيد تفوقه على الزمالك بالموسم الحالي بعدما فاز على الفريق الأبيض في بطولة كأس السوبر المحلي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت بينهما في 20 سبتمبر الماضي. وإلى هنا مشاهدين متابعين تنتهي مع حضراتكم أخبارنا لهذا اليوم، نرجو أن تكون نالت إعجابكم. في النهاية لا تنسوا أن تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.